العاينة حكيم. صباح الخير من جديد لكل يلي معنا على هوا راديو روزنا، للأصدقاء اللي بدأوا يتابعونا بالبث المرئي على هوا راديو روزنا ببث مرئي مباشر على صفحة روزنا الرسمية على فيسبوك. يسعد صباحكم جميعا. بشكل استثنائي اليوم رح بنكون معكم بفقرة معاينة حكيم، رح نتناول موضوع جدا مهم وهو التدهور، أو خلينا نكون متفائلين أكثر شوي، هو الخطر الوشيك لانهيار القطاع الصحي بشمال غرب سوريا. كان في صدر بيان صحفي من المنظمات الإنسانية العاملة بالمنطقة بشمال غرب سوريا حول جائحة كوفيد-19. المنظمات عم بتقول لازم ندق ناقوس الخطر في انهيار وشيك للقطاع الصحي، في إصابة للكوادر الطبية، في ضعف بالإجراءات الوقائية، ما الكل عم يكون ملتزم. لحتى نعرف صورة الوضع بالضبط، شو اللي صار، شو اللي عم بيصير، شو الإجراء، شو الحل اللي بإيدينا اليوم خاصة بالظروف الحالية. بالفترات الماضية بفقرة التحويل حكينا كتير عن الوضع الصحي، كيف عم بيكون في يعني أعداد كبيرة، في ناس ما عم بتلاقي مكان. أكيد أنتم بتواصلكم مع الأهل بسوريا سمعتوا كتير من الحالات شو اللي عم بيصير. لحتى نقدر نساعد، لحتى نعرف شو طبيعة الوضع، شو المطلوب منا، بيسعدنا أنه اليوم يكون معنا عدد من الكوادر الطبية، اللي بدي وجه تحية كتير كبيرة لكل كوادرنا الطبية على كافة المجالات للجهد الكبير اللي عم يبذلوه بظروف يعني كتير كتير صعبة، بظروف ما أنا مثالية أبدا. نحن بنعرف وفق كمان ما ذكر البيان أنه حتى الدول الكبيرة اللي كان عندها نظام صحي متكامل وعالي، هي كمان كان في عندها هي الصعوبة أنها تواجهه. فبالبداية الشكر الكبير لكل كوادرنا الطبية اللي بنتمنى الله يقويهم أكثر وأكثر، وهون بيبدأ دورنا أنه نحن كمان نساعد. لحتى أدخل بتفاصيل أكثر عن الموضوع، اسمحوا لي رحب بضيفي اليوم بالاستوديو دكتور فراس أبو علي، منسق برنامج الصحة من منظمة أوسوم. يسعد لي صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين. شكرا لحضرتك. أيضا معنا من الداخل السوري الدكتور محمد أبو راس، وهو مشرف منطقة لقاح من مديرية الصحة بإدلب فريق لقاح سوريا. يسعد صباح الدكتور، أهلا وسهلا فيك معنا على هوا روزنا. يا أهلا وسهلا، الله يسعد صباحكم، الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. الله يعافيك. أيضا الدكتور ياسر فاروح رح ينضم لنا بعد دقائق من الـ ICU وحدة تنسيق الدعم، وهو منسق ترصد مرض كوفيد-19 بشبكة الترصد الوبائي. فلحتى ناخذ معلومات أوفى رح أبدأ معك دكتور فراس، يعني بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة بالقطاع الصحي وأيضا مديريات التربية والصحة العالمية، كان في تعاون لحتى نحتوي قد ما فينا الانتشار الكبير اللي عم بيكون لفيروس كورونا المستجد. الوضع والإجراءات الوقائية كانت من اللحظة الأولى عم بيتم التوعية، لكن اليوم نحن أمام وضع فينا نقول صار فعلا خطير لازم نحن نحكي عليه. لو ناخذ من حضرتك كيف هي صورة الوضع حاليا بمعنى أدق بشكل علمي لحتى نعرف، لأنه ممكن يكون في عنا تخوف، والناس ممكن ناس تاني من جانب تاني يكون عندها تطرف سلبي تقول لك ما في شيء عم يحكوا بس تهويل. تمام. هلا بالنسبة للوضع اللي صاير حاليا، شهدت المنطقة شمال غرب سوريا يعني انتشار كبير في جائحة كورونا، وخصوصي الشكل المتحور دلتا اللي بتميز انه هو من اشد الاشكال انتشارا. الوضع الحالي يسير باتجاه ذروة متوقعة في ظل هشاشة في النظام الصحي الموجود في الداخل السوري. ممكن نعطي شوية أرقام يمكن تعكس الوضع اللي بالداخل، يعني حسب الإحصائيات اللي وردت لتاريخ 19 أيلول يعني يوم الأحد الماضي، عدد الإصابات المثبتة الإيجابية وصل ل 61,500 إصابة. المأساة أنه 22,000 منهم هي كانت ضمن شهر أيلول الحالي، يعني تخيلوا نعم عدد كتير كبير. عدد الوفيات للأسف تجاوز عتبة 1,000 وفية، أغلبية أو بشكل رئيسي كانت الوفيات هي من غير الملقحين اللي ما تلقوا أو لقاح المضاد للكوفيد-19. هذا الوضع العام مثل ما أنت حكيتي في مشكلة في
الاستجابة، في ضعف في الإمكانات بالكوادر الصحية الموجودة. في إشارة حاليا أنه جميع أسرة العناية المشددة حاليا تم إشغالها بشكل تام، فكان لابد أن يصدر بيان يتوجه فيه للناس لحتى يساعدونا في عمليات الوقاية واتباع الوسائل الوقائية إن شاء نعم، الله. أنا راح أنتقل لعند الدكتور محمد. يسعد صباحك من جديد دكتور محمد. يعني ذكر أنا الدكتور دكتور فراس أنه الحالات كانت من بعض الأشخاص اللي ما تلقوا اللقاح. حابي أسأل حضرتك، كونك مشرف منطقة لقاح من مديرية الصحة بإدلب، يعني هل كان في عندكم تصور ليش هي أسباب رفض الناس للقاح؟ هل كان في صعوبة للوصول لحتى يتلقوا اللقاح؟ الله يعطيكم العافية جميعا وشكرا لكم. بداية نعم لما بلشنا بإعطاء اللقاح كان عندنا فرق، عدد كبير من الفرق، فرق جوالي يعني نعم بالمراكز الصحية بالمشافي بالمنشآت الصحية، تم الوصول لعدد كبير من الأهالي ولكن في رفض. حاليا في رفض كبير للموضوع. هسه نعم يا أستاذ نحن عم ندور نفس الدوامة اللي هي عم نقنع الأهالي إنه هذه شائعات. ممكن أي شخص يبس أي شائعة يحكي إنه اللقاح ممكن، شفت الإشاعات اللي صارت انه ممكن بعد سنتين نموت اللقاحات، اذا هي الصين يعني احد الاشاعات انها اذا هي الصين اللي عملت الفيروس رجعت عملت لقاحات. وكان في عندنا كمان العائق الاكبر، وكمان كان في عندنا رفض من القطاع الطبي، يعني بعض القطاع الطبي كان في انه ما يرضوا يتلقحوا، ما نعرف ايش السبب. حتى بعد صار في فتره الزاميه صار في اقتناع بهالموضوع، انه مثل ما حكى الدكتور انه كل الوفيات يعني ما كان في اي شخص من اللي توفوا كان اخذ جرعتين لقاح على الاقل. نعم في حتى عدد الاصابات اللي عم تصير عندنا تقريبا 2 او 3% من الاصابات اللي عم تصير بالفيروس انهم اشخاص ملقحين، اما الباقي طبعا هم غير ملقحين. بعد فتره احنا فتحنا المجال ل 18 سنه فما فوق حتى عمر 60 سنه، اصحاب امراض مزمنه هذول ممكن ياخذوا اللقاحات. كان في عندنا الكوادر الصحيه، كوادر مجتمعيه من 30 سنه فما فوق، طبعا بقصد انا لقاح استرازينيكا. الفتره هاي من بدايه اجانا لقاح السينوفاك الصيني، وسعنا المرحله من 18 سنه فما فوق، من 40 سنه فما فوق هون الرجال اصحاء او الاشخاص الاصحاء، ما اقصد كرجال او نساء بشكل عام، انه الاصحاء حاليا موجود عندنا بالمراكز الصحيه اللي هن عددهم 41 مركز صحي، قسم منهم جوال وقسم منهم ثابت. طبعا جوال على منشات صحيه بيفترى منشات صحيه، يتم اللقاح تقديم الخدمه لكبار السن لاصحاب الامراض المزمنه حتى القطاع الصحي او القطاع الخدمي. من الفتره اللي احنا فيها عمر حاليا كمان عم نلقح، بلشنا بشيء اسمه قطاع التربيه، يعني بعد ما اتخذت الحكومه القرار انه كل عاملين بالخدمات لازم يتلقوا. حقيقه الوضع سيء جدا عندنا هون، يعني الاعداد الاصابات كبيره جدا. بالوقت الحالي ممكن باثنين او ثلاثه تلاقي شخص اما يكون مصاب او مخالط لمصاب، فنحن كمان هذا يعني عم يوقف عائق بعمليه التلقيح، عمليه الفرز. لما انا شخص بدي يجي عندي ياخذ اللقاح، فاذا كان مصاب انا ما بعطيه اللقاح، فبدي اخذ منه بيانات ان كان عنده اعراض او مخالط حتى انا اعرف اعطيه اللقاح او ما اعطيه اللقاح. نعم بدي يعني دكتور وفقت خلينا نقول النسبة الأكبر من اللي تلقت اللقاح، قد إيه ممكن تقدرها بشكل مئوي أو بشكل تقديري؟ تماما. للاسف نحن بفتره لحد الان ما وصلنا ل 3% من عدد السكان الاجمالي بشمال غرب سوريا، يعني عدد الملقحين لحد الان انه 123 شخص، 123 الف شخص تقريبا بين جرعه اولى وجرعه ثانيه. فما يقدروا ب 3 او 4% من عدد السكان، نحن حتى نصل لمناعه كامله بالمجتمع احنا فيه بشمال غرب سوريا لازم نوصل ل 70%، للاسف يعني لسه في عندنا ضعف. بالفتره القادمه ان شاء الله راح يكون في عندنا لسه فرق اضافي، راح يكون في عندنا لسه اكثر من 21 فريق اضافي، راح يتم توزيع على مناطق ممكن صعبه الوصول تكون، وان شاء الله نعم. متوقعين يكون اقبال افضل. يعني دكتور عشان اللي عنده تخوف انه اللقاح متوفر او لا، هل فينا نقول انه في كميه متوفره اليوم بتكفي عدد كبير من الراغبين بتلقي اللقاح؟ طبعا اللقاح عم يدخلنا دفعات، نحن ببدايه ايلول دخلنا 350 الف جرعه لقاح من سينوفاك الصيني، بعد فتره دخلنا 45 الف من جرعه لقاح استرازينيكا موجودين بشحنات ساعه اكثر.
لقاح الاسترازينيكا اللي دخل عنه فقط لفوق الستين سنه اصحاء او اصحاب امراض مزمنه، واللي اخذوا جرعه اولى استرازينيكا لازم ياخذوا جرعه ثانيه استرازينيكا، لا يجوز خلط بين اللقاحين، انه ناخذ استرازينيكا ارجع اخذ سينوفاك، لا اللقاحات متوفره والتاريخ شغال الحمد لله رب العالمين، ونعتبر احنا مثل الدول اللي عم تاخذ اي لقاح، يعني مثل الدول سواء تركيا او غير دوله مجاوره لنا، نفس اللقاحات موجوده عندهم تقريبا ان شاء الله موجوده عندنا. ان شاء الله. رح ارجع لعندك دكتور فراس، يعني نحن هون عم بنشوف نسبه الاقبال على تلقي اللقاح جدا قليله، صحيح. وكمان البيان ذكر على النقطه انه اجراءات الوقايه كمان عم بتكون رغم كل حملات التوعيه، لكن ما دام الالتزام بهي الاجراءات ضعيف. خطه الاستجابه اللي قمت فيها بأوسم وايضا بالتعاون مع بعض المنظمات الصحيه، قد ايه كان واجهت صعوبه بهذا المجال؟ وكيف عندكم فكره اليوم تقدروا يعني يكون في خلينا نقول حث اكثر لحتى يكون في التزام به الاجراءات؟ تمام، بس اسمحي لي بدي اعقب تعقيب صغير على موضوع اللقاح. تفضل. على اعتبار انه كان اللقاح عم بيجي على شكل دفعات، فكان فريق لقاح سوريا الله يعني يعطيهم العافيه بالاشتراك مع الشركاء الصحيين منظمه الصحه العالميه يتم تحديد اولويات مين بدنا مع مين بدنا نبدا اللقاح، اسوه بباقي النظام الانظمه الصحيه اللي كانت منتشره بالتركية وغيرها. فكان الفئه المستهدفه بشكل رئيسي في البدايه هي مزودين الخدمات الصحيه اللي على تماس مباشر بالفرونت لاين او الخط الامامي مع المرضى. بعدين كان الأولوية الثانية اللي ذكر الدكتور اللي هي الأمراض الأشخاص كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة. كان في صعوبة كتير مع هاي الفئة من الناس أنك أنت تقنعية بأخذ اللقاح، وبيقول لك أنا مريض قلب مريض سكري، إذا أخذ اللقاح أنت جاي جيب لي شيء ممكن تقتلني فيه. أنا حابب من هذا المنبر أن أطمن جميع الناس، يا جماعة اللقاح آمن، اللقاح بيحميكم خاصة للأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة. نتمنى يعني أنه يكون الإقبال أكبر وتوصل النصيحة ونحميهم، هن أبهاتنا هن أمهاتنا، فكتير مهم أنه ياخذوا هذا اللقاح، وهو اللقاح حاليا هو من أهم الأمور الوقائية التي يجب الاعتماد عليها. هلا بالنسبة بإطار خطة الاستجابة لكورونا، سواء في أوسم نحن كأوسم، سواء بالمنظمات أخوتنا الشركاء الصحيين اللي بينفسوا مشاريع بالداخل، بلشت التخطيط للاستجابة لكورونا من بداية 2020 من لما بلش الانتشار الفيروس في المنطقة. كانت الخطة بالبداية ضعيفة لعدم الخبرة بالتعامل مع الجائحات، مع مرض مستشري بهذا الشكل، انتشاره سريع بهذا الشكل. صدرت كتير مذكرات بضرورة إيقاف الأنشطة الجماعية على سبيل المثال، تزويد الكوادر والمنشآت الصحية بوسائل الوقاية الكمامات إلى آخره. تم اعتماد آلية مسميها نحن آلية الفرز، يلي هي أنه ممكن تأخذ أنت درجة حرارة المريض قبل دخوله للمنشأة الصحية. في استبيان معين قامت بتطويره منظمة الصحة العالمية لتحديد الحالات المشتبه فيها. وبالإضافة إلى ذلك تم اعتماد مراكز العزل المجتمعي لاستقبال الحالات المتوسطة من الكوفيد 19، وفي تم تخصيص بعض المشافي لإدارة هذه الحالات. هلا اهم التحديات اللي واجهتنا بشكل عام بحكي على النظام الصحي. اول شيء ضعف التمويل. هذه الاستجابه تحتاج الى تمويل كبير، فكان في عندنا ضعف تمويل، وحتى الان الوضع بالداخل في عندنا شكايات من نقص في مولدات الاكسجين بشكل رئيسي. تعرفي هذا بيحتاجوها بيحتاج تماما كبير. بيحتاج موضوع الاكسجين كثير مهم. عدد الأسرة اللي مرافقة لها المنافس وأجهزة الأكسجين قلت لي صار هلا حاليا إشغال كامل، فبالتالي نحن بحاجة لأسرة جديدة. الشيء المهم على المستوى النظام الصحي خلينا نقول تحديد آليات نقل المرضى. اليوم عندنا مريض فلازم نخصص لهم سيارات خاصة لنقل هذه المرضى ضمن نظام إحالة وإسعاف مخصص لهذا النوع من المرضى. كمان هذا كله يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى إمكانيات، يحتاج إلى معدات. الكوادر الطبية تم تدريبها، تم تطوير مهاراتها، ولكن ما زلنا هناك بحاجة لأعداد أكبر من الكوادر الطبية المتخصصة في إدارة حالات الكوفيد 19. نعم. بالنسبة لموضوع
تقبل الناس للرسائل اللي احنا مثل ما قلت لك، صدر بيان صادر عن مديرية صحة إدلب بالاشتراك مع 21 منظمة غير حكومية. كتير مهم لو نحكي، راح أحكي ملخص البيان بصورة مختصرة، يعني إنه البيان بيأكد إنه اليوم النظام الصحي إذا وصلت الذروة لأكثر من هيك ممكن معرض للانهيار، فبالتالي لازم نتساعد اليوم الناس مع الكوادر الصحية لحتى نحد من هذا الموضوع. الناس كيف بيقدروا بيساعدونا؟ بيقدروا بيساعدونا من خلال اتباع وسائل النظافة الشخصية بشكل رئيسي، غسل اليدين، غسل الخضار، الطعام قبل الاستخدام، باستخدام وسائل الوقاية، الكمامة. كان في أكثر شغلة واجهتنا إنه العالم تخجل تحط كمامة بالشارع. شو السبب يعني هذا المفهوم؟ ما مفهوم خاطئ، ما بعرف يعني شو سببه بالضبط، يعني فثقافة الكمامة كانت كتير ضعيفة، يعني فرحنا يعني نتوجه له إنه كتير مهمة هاي الكمامة. اليوم حياتك وحياة من حولك هي يعني أمانة في رقبتك، لازم هي كتير مهمة، ومسافة وسائل المسافة الاجتماعية، التباعد الاجتماعي كتير مهم. مشكلة الأكبر إنه اليوم في عنا عدد كبير من السكان متجمع في منطقة صغيرة، حوالي 4 أو 5 مليون شخص مجمعين في منطقة صغيرة، هذا عم بسبب تجمعات. نحن ندعو الناس حاليا للابتعاد عن التجمعات الكبيرة، الأسواق، المطاعم، الحفلات، الأعراس، قدر المستطاع يحاولوا يتبعوا هدول الوسائل. وبرجع بقول لك التحديات الأساسية هي ضعف إمكانيات، بالإضافة إنه ضعف تقبل الناس للرسائل أو عدم إيمانهم حتى الآن أو تصديقهم بمدى خطورة هذا الفيروس. نعم، أنا بس بدي أسأل إذا الدكتور ياسر صار موجود معنا. صار موجود معنا، خلوني رحب بالدكتور ياسر فروح من وحدة تنسيق الدعم. يسعد صباحك دكتور ياسر، أهلا وسهلا فيك معنا على هوا روزنا. صباحك نيلوبر، وصباح المستمعين وصباح والسادة الحضور، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. يعني كان تحدث الدكتور فراس على حالة الوضع، على التعاون اللي تم بين مديريات الصحة وأيضا المنظمات العاملة بقطاع الصحة. أيضا الدكتور محمد أبو راس حكى قد إيه نسبة الإقبال على اللقاح، فحبي أنا أعرف، وحضرتك كنت موجود معنا من يعني من بدايات التغطية والنصائح اللي تم محاولة توضيحها وتوجيهها أيضا للناس سواء بسوريا أو بتركيا أو أي حدا كان عم يحضرنا. فبدي أسأل حضرتك دكتور، يعني كان في تركيز على إجراءات الوقاية بشكل كتير كبير، لكن كمان أحيانا عدم قدرة مثل ما قال الدكتور فراس، التمويل عم بيكون صعب. إذا بنرجع كمان للوضع المعيشي للناس، ما عم بيساعد بأنه يكون في استخدام إجراءات الوقاية. فحبي أسألك بوحدة تنسيق الدعم، هل كان في عندكم خطة استجابة بما يتعلق بوضع المخيمات بشكل خاص؟ تمام، بداية نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وإن شاء الله يعني تكون يعني نتجاوز الذروة الحالية بأقل الخسائر الممكنة، وما نشاهد يعني سيناريو مرعب مثل الشيء اللي شفناه بالهند أو بمناطق أخرى أصف بها المتحور دلتا من الفيروس. الصراحة بالنسبة من بداية الجائحة ما كان في التزام بالتوصيات اللي عم يتم تقديم على المجتمع بشكل عام. نعم. ببدايات الجائحة كان في تخوف أكثر من الفيروس، بعد نعم. الموجة الأولى صارت الناس متآلفة أكثر مع الفيروس، فالموجة الحالية أبدا ما في اتباع لأبسط القواعد الحماية الشخصية. نحن في وحدة تنسيق الدعم بشكل أساسي، يعني مهام الوحدة، مهام الفرقية، الترصد اللي مقصود فيها إجراء المسحات أو إجراء التحاليل، قطف العينات وتحليلها في المخابر، مشاركة المعلومات اللي خاصة بالوضع الوبائي، تحديد مستوى الانتشار، تحديد الأماكن الخطر داخل المخيمات. صراحة من البدايات المخيمات بشكل أساسي معروفة مركزة في منطقة حارم، عندنا تجمع مخيمات قاح في أطمة أكثر من نصف مليون نسمة. المنطقة هي كانت فقيرة بمراكز العزل جغرافيا، في يعني غير مغطية بشكل كامل لمراكز العزل. فالشيء اللي كان يعمله الفريق انه هو اللي يعمل المسح داخل المخيمات. عملنا يعني كان بشكل يومي مسح لاكثر من 150 ل 200 عينة داخل المخيمات، داخل المخيمات اللي عم بتم فيها اكتشاف حالات مثبتة. هالشيء ساعد شوية بكشف الحالة، بكشف
ابكر للحالات، لكن صراحه مثل ما ذكر البيئه المزدحمه اللي بتعيش فيها الناس صعب انك تحقق عزل فعلي داخل خيمه او حجر مخالطين داخل خيمه. فهالشيء صراحه ما ساعد الناس انه تتبع، خلينا نحكي لهم ايزوليشن فعلي في 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 السياق السوري. هالشيء صعب لكن ما بيمنع يعني نتكيف مع الجائحه صراحه. في عندنا كثير خطوات ممكن يتم اشراك المجتمع فيها، كل عنصر مننا هو جندي في حربهم ضد الفيروس. نعم. الوضع الحالي صراحه خطر جدا، التقييم الجائحه نحن حاليا في مستوى يعني الرابع الاعلى من انتشار المجتمع، ومستوى الجائحه من المستوى الرابع وفق تصنيفات منظمه الصحه العالميه هو المستوى الأسوأ. نعم. يعني انه احنا في مرحله جائحه غير مسيطره عليها، غير مضبوطه. النظام الصحي على وشك الانهيار، غير قادر على توزيع قدرات الاستجابه، غير قادر على تامين الخدمات العلاجيه للناس. نكون صريحين صراحه، احنا الهدف من كل عملنا بالكوفيد هو حمايه الناس من الوفيات. يعني انا ما همي بقدر اني احمي الناس من الاصابه بقدر ما اني احمي الوفيات، اعالج الناس اللي عم توصل للمشافي، اقدم لها الاكسجين، اقدم لها الخدمات العلاجيه المتاحه. بالمرحله الحاليه النظام الصحي غير قادر على تقديم كل الخدمات العلاجيه للناس. في نقص في الاكسجين، ممكن الساده الزملاء يتكلموا اكثر عن التحديات اللي بيواجهها النظام الصحي، لكن احنا بنحكي عن التحديات اللي بتواجه ضبط الجائحه. يوجد العديد من المصاعب اللي عم تواجه من البدايات، بتواجه ضبط الانتشار، لكن نحن حاليا في مرحله حرجه بحاجه لاعاده النظر والتفكير باتباع وسائل الحمايه الشخصيه. نعم. يعني جزيل الشكر لحضرتك دكتور ياسر، ايضا للدكتور فراس ودكتور محمد. رح ارجع لعندك دكتور محمد بما يتعلق باللقاح، ويعني وكان مثل ما قلنا النسبه هي قليله، هل بعد ما يعني كان في هي التوعيه الكبيره، هذا البيان، هي الحمله، او خلينا نقول الاعداد المتزايده بالمرحله الرابعه، عم نقول نحن الانتشار عم بيكون، هل لمستوا انه في اقبال صار اكثر اليوم، في وعي اكثر لانه يقبلوا على اللقاح؟ تماما، كما ذكر زملائي انه الوضع صعب جدا عندنا بمنطقتنا صفا. نعم. فلذلك التوعيه الصحيه بدات، يعني في عندنا في منظمات كثير الله يعطيهم العافيه عم يشتغلوا على الامر، اطباء عم يساعدونا بهالموضوع، المشافي معظمها عم تقدم هالرسائل الاهل انه الافضل هو اخذ اللقاح. نعم. حاليا نكون كان نتوقف تقريبا بايد وحده، نكون ايد وحده بمواجهه هذا الفيروس. الخط العلاجي الاول هو عن طريق اخذ اللقاح، يعني جرعه في عندنا لك صفى الامر طوارئ، عندنا جرعه سينوفاك، بعد 3 اسابيع فيني انا اخذ جرعه ثانيه. نفس نبدا بالنسبه لاسترازينيكا، صفى الفاصل هو شهر بدل شهرين، مشان انا اعمل حمايه كبيره للمجتمع انا فيه. الاخبار صفى افضل بالبدايه لما انتقلنا، مثل ما حكى الدكتور في راسنا، لما انتقلنا لمرحله يعني هي الامراض المزمنه، صار في عندنا اقبال كبير جدا. صفى الموجود بالكوادر المجتمعيه او الكوادر الصحيه عم بشوف بعينهم، عم بشوف العجز، عم بشوف الاعداد الاصابات الكبيره، عم بشوف انه اللي معهم امراض مزمنه هن اكثر خطوره هالامر. فبدا ان يعني صارت رسالة واضحة للأهالي، صار في عندنا خوف داخلي، فصار في عندنا إقبال الحمد لله رب العالمين، صار في إقبال جماعي لهالموضوع. يعني صفا نحن كنا بمنشأة صحي، فبصير فينا تواصل من المخيم، نفترض يكون بعيد عن منشأة صحي، أنا عندي أشخاص كثيرين بدي يتلقعوا ولكن ما في وسيلة نقل لهم، فإحنا موعودين من منظمة الصحة العالمية إنه يكون في سيارات النقل المستفيدين من مخيم لمنشأة صحي. نحن ما بنقدر نفتح جلسة لقاح إلا بيكون ضمن منشأة صحي أفضل، خوف من إنشاء صار. والتزاحم حاليا نحن يعني عم نحط الأهالي على عدم التزاحم، على التباعد الاجتماعي، على التباعد الجسدي، نجي نحن نفتح جلسة لقاح يصير في عندنا تزاحم، فممكن يصير صعب الأمر علينا. الإقبال الحمد لله رب العالمين صفى أفضل كمان من لما المنظمات، صراحة لما المنظمات فرضت على عناصرها صار في إقبال أفضل، لأنه في كتير مشككين بهالأمر، سواء حتى للأسف كان في أطباء، في ممرضين ما كانوا مقتنعين بهالموضوع كلياته، أنه عبارة عن حتى لا نحن متخزين الموضوع، في عندك شيء بيقول لك مؤامرة أو شيء آخر، أنه فيروس بيعدي عبارة عن فيروس خفيف جدا، ولكن لما صارت الإصابات صار في عندنا زيادة بعدد الوفيات. بيعرف الدكتور أكثر أفضل أكثر من المعلومات أنه عدد الوفيات بداية أيلول لليوم زادت كثير عنا نتيجة على إصابة
الفيروس الجديد اللي كانت انتشاره اسرع، اصابته صفى، تغير كل المحاور كنا نشتغل عليها صراحه. يعني صار نزل للاطفال عمرهم يومين، عمرهم 8 اسابيع، صار في اصابات، صار في وفيات عدد كبير جدا. فبالتالي نحن فتحنا المجال من 18 سنه فما فوق للكل. لما انا بدي اتلقح بدي احمي نفسي، بدي احمي وصل، بدي احمي انه الفيروس ما يوصل لعندي بالبيت، لابني، لزوجتي، لاطفالي، لاهلي، لكبير بالسن، لاصحاب الامراض المزمنه. لما انا كعنصر بكادر صحه وكادر مجتمع عم شوف اللي عم بيصير، فانا لم يعني من واجبي انه انا وعي الناس اللي حوالي، بلش باهلي وبعد المسافات، كون انه نحن كلياتنا مثل ما قلنا نكون يد واحده بايصال فكره انه اللقاح امن، اللقاح فعال، ما له اي تاثيرات جانبيه، اللقاح ما اي شخص ممكن يعمل لقاح، صار عليه كثير دراسات حتى تم اعتماده. نعم، شكرا كثير لحضرتك دكتور فراس، عفوا دكتور محمد. رح انتقل لعندك من جديد دكتور فراس. يعني في تحديات بالقطاع الصحي، المنظمات مثل ما ذكرت فيها التمويل بشكل رئيسي، الحاجة لمراكز عزل، اليوم الكوادر الصحية هي عم تصاب، في البعض ممكن المتحول الجديد كان عم يرجعوا يصابوا من جديد. لكن بدي أسأل، هل أنت اليوم مع الدعوة أنه يكون في حظر، في حظر تجول، هل إيقاف العملية التعليمية كونها بدأت أيضا؟ هلا حاليا حتى البيان يعني تضمن هاي النقطة بالذات، كانت في دعوة مبدئيا للابتعاد عن أماكن التجمع، الأسواق، الأعراس، كان في دعوة لتأخير افتتاح المدارس بشكل رئيسي نتيجة الاختلاطات الكبيرة ونتيجة عدم توفر وسائل الوقاية ضمن منشآت التربية بشكل عام. هو تحدي له أثر سلبي أكيد رح يكون، من حيث أنه تأخر التعليم، في ضعف موضوع التعليم عن بعد، يعني في المناطق المتقدمة كان قدرانين نوصل التعليم للمدارس للبيوت عفوا. ولكن أنا مع بالفترة الحالية أنه يكون في حجر منزلي، الناس تلتزم البيوت، تطلع يعني للأمور الأساسية ضروري. الأمور الأساسية بشكل أساسي، كتير مع الموضوع حاليا، لأنه هذا الشيء رح يخفف من سرعة انتشار العدوى. نعم دكتور ياسر، من جديد يعني الدعوة للحجر كان يعني سبقتها دعوات مسبقا، لكن الناس ما التزموا، وحتى الإجراءات الوقائية ما كان في التزام فيها. فشو ممكن يكون في دعوات لحتى يكون أكثر؟ هل برأيك أنه يكون في إلزام بهذا الشيء، هو مو بس يعني ممكن يكون مرفق بعقوبات، هل ممكن يكون مشجع لهذا الشيء؟ تمام، نكون صراحة واقعيين، افراض يعني فرض حظر تام او اغلاق تام بمناطق الشمال امر صعب، بحاجة تدخل، يعني بحاجة وجود دولة عندها قدرات على تقديم الخدمات للناس. نعم. الاب اللي عم يشتغل وبده يروح لعمله، اذا ما اشتغل ما في امن قوت يوم، فهي شيء صعب صراحة انه بالسياق المحرر انه نطبق فرض اغلاق حتى لو جزئي. كان في تجارب صراحة ما كانت ناجع، لأنه صراحة لحتى يكون في فترة طويلة حتى نستفيد منه. لازم احنا النقطة المهمة اللي لازم توضح للناس، احنا لازم نوصل المعلومة صحيحة بشكل أوسع للناس بالداخل. كل شخص لازم بقادر على اتباع أبسط الوسائل اللي هي ارتداء الكمامة لما يكون في عنده أعراض التزام بالمنزل. هي فينا نحققها، هي شيء إذا كان اشتغلنا عليه أكثر ممكن إحنا نحققه بحيث إنه يخفف الوفيات. موضوع الوفيات صراحة ممكن يعني نشتغل عليه أكثر بحيث إنه نخوف الناس. أنا كيف بدي أقنعهم بحل المشكلة إذا هم المشكلة مو مقتنعين فيها؟ صار فينا إحنا وفيات مثل ما ذكرنا، الأعمار أصغر، في طفل رضيع بعمر 20 يوم، أطفال بعمر 6 شهور، سنة، سنة ونص، 7 سنوات، هي وفيات خلال أيلول، من 3 أيام امرأة حامل في الشهر السابع بعمر 17 سنة، ببداية أيلول امرأة حامل ب 24 سنة في الشهر السابع بدون أمراضيات مرافقة. شاهدنا كثير من الحالات، سمعنا قصص عن حالات بدون أي أمراضية مرافقة، شباب بعمر 30 34 سنة وصار عندهم وفاة. فهي شيء لازم نستغله صراحة في اللي احنا بنسميه التواصل ضمن إن نوضح حجم الخطر، حجم المشكلة للناس، بحيث أنه نقدم حل المشكلة اللي هو من بينها اللقاح. نقدم اللقاح بالطريقة الصحيحة، اللقاح آمن فعال، هدف منه
ما يحميك فقط من الإصابة، هو نعم هو بيخفف الإصابة، بيخفف احتمالية حدوث الإصابة عندك، لكن الهدف منه أنه يخفف نشر الفيروس حسب الدراسات الأخيرة، ويخفف نسبة الوفيات الناس اللي عم تروح للمشافي. الناس بتفكر أنه اللي عم بصير عندهم وفاة من الأشخاص الكبار السن اللي عندهم أمراض، لا، أي مفهوم لازم يتغير. كل ما كان أنا عندي انتشار أوسع، الوفيات راح مفهوم الوفيات كله راح يتغير، راح نعم تصير فئات، تصيب فئات عمرية غير، تصيب أناس ما كان متوقع أنه يحدث عندهم وفاة، لكن بغياب الخدمات الصحية الأساسية بسبب إرهاق النظام الصحي بالحالات أدى أنه حدوث الوفاة. فهذا الشيء اللي احنا وصلنا له حاليا، أنه أنا حتى نفس الإصابات اللي كانت في السابق، لكن أنا النظام الصحي مغرق بالحالات، ما راح يقدم خدمات علاجية للناس، وهالشيء راح يرفع نسبة الوفيات. فموضوع اللقاح لازم نستفيد من الوضع الحالي. نعم فرض حجر مثل ما ذكرت أمر صعب جدا، لكن مفهوم الالتزام في المنزل عند ظهور الأعراض مع التباعد عن التجمعات، ابتعاد عن التجمعات، ارتداء الكمامة للشخص اللي عنده الأعراض، هي سهل تطبيقه، أو أي شخص ممكن يشارك في الاستجابة للفيروس. وحتى الدكتور يعني اللي تلقوا اللقاحات كمان هن يضلوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية. تماما تماما، حتى الآن التوصيات أنه الشخص اللي تلقى جرعتين من اللقاح اللي يعتبر ملقح بشكل كامل لازم يظل متابع على إجراءات الوقاية الشخصية. نعم، أنا بدي أتشكر الجميع. شكرا لحضرتك دكتور ياسر فروح من منظمة ACU لوجودك معنا اليوم، يعطيك كل العافية، ولكل الفريق أكيد. شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. أيضا بدي أتشكر الدكتور محمد أبو راس من مديرية الصحة بإدلب، يعطيك العافية دكتور، وشكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. نتمنى من خلال برنامجكم أنه نكون ملتزمين جميعا، كل واحد ياخذ دوره بأنه ياخذ اللقاح، يلتزم بالتباعد مع حكى الدكتور، صار عليه أي أعراض ما يكونوا سبيل لأنه ينقل لحدا ثاني، يلتزم ببيته ووسائل وقايته. إن شكرا شاء الله احنا لحضرتك. خدمات موجودة واللقاح متوفر ومراكزنا موجودة، وأهلا وسهلا فيكم. أكيد أنا راح أطلب من حضرتك تزودني ببعض المراكز كمان لحتى نضيفها ضمن التعليقات، وأيضا على مادة الموقع لحتى يعني يكون أسهل بالوصول لإله. مراكزنا متوفرة بكل مكان، في عنا بروشورات، في عنا بكل تمام منطقة، مثلا بإدلب، في عنا بمناطق منطقة مثلا جسر الشعور، معارض مصريين، بكل التجمعات السكنية، يعني في عنا زر أناقة على التعليقات، نعم كل مشروع موجود في عنا بالدانة، بسرمدة، بالريف حلب الغربي، بالريف حلب الشرقي، موجود الله مراكزنا. يقويكم يا رب. شكرا كثير دكتور الله، محمد أبو راس. أهلا وسهلا. والختام معك دكتور فراس أبو علي، يعطيك كل العافية وشكرا لوجودك معنا اليوم. الله يعافيكم يا رب، ونتمنى الأمن والسلامة لكل أخوتنا الموجودين بالشمال السوري. ورسالتي الأخيرة للناس أنه وعيك أمانك، اتبع وسائل الوقاية اللي حكيناها كلها قبل فوات الأوان، والله يعطيك العافية وشكرا كتير. شكرا لحضرتك دكتور، يعطيك شكرا. كل العافية. شكرا أيضا لكل اللي تابعونا، رافقنا الدكتور محمد أبو راس وهو مشرف منطقة لقاح من فريق لقاح سوريا بمديرية صحة إدلب. أيضا كان معنا الدكتور ياسر فروح منسق الترصد مرض كوفيد 19 في شبكة الترصد الوبائي من وحدة تنسيق الدعم، وكان معنا بالاستوديو الدكتور فراس أبو علي منسق برنامج الصحة بمنظمة أوسم. كل الشكر لكل كوادرنا الطبية. من جديد بدي أقول كمان شكرا لكل إنسان واعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، لأنه هو شريك بأنه نحن نحمي أنفسنا ونحمي وطننا، نحمي العالم ككل، لأنه هاي المرة وهي الجائحة قدرنا أن نعيشها. ممكن كنا نسمع عن جائحات نقرأ عنها، لكن اليوم كلياتنا عشناها، فبنعرف قديش هي مسؤولية كل واحد منا. الإجراءات الوقائية يفترض بعد هاي الفترة صارت هي سلوك يومي، نحن بحاجة نرجع نأكد عليه كلياتنا، لأنه كلياتنا معنيين لإنقاذ هاي كل إنسان ممكن بسبب الإصابة يفقد حياته. دائما المعلومة الصح هي كمان مسؤوليتنا بنشرها، أي معلومات خاطئة نحن كمان مسؤوليتنا نوقف ضدها ونوعي ونحط شو هي المعلومة الصح، فكمان ضروري ننتبه قبل مشاركة أي معلومة. شكرا لكل يلي كانوا معنا وتابعونا، نحن مستمرين معكم ضمن البرنامج الصباحي، رح نرجع لنكون على البث الصوتي، فبتمنى تنضموا لنا.